خير من متقدمها. متى؟ إذا تساوت الألهان والهمم. فلا قداسة عنده لأبو قراط، مع أنه كان يعني شديد التوقير له، ولا قداسة عنده لجالينوس الذي انتقده في تركيب عظام الفك وفي حركة الدم بين الكبد والمعدة، وفي إطار كشفه عن الدورة الدموية التي اكتفينا بأن ابن النفيس هو مكتشف الدورة الدموية وخلاص، وهو أعظم من هذا بكثير. المهم أن جرأة ابن النفيس على نقد السابقين هي التي أدت إلى هذه الاكتشافات. وقوله أن متأخر كل صناعة في حال تساوي الأذهان والهمة خير من متقدمها، إشارة إلى التطورية المعرفية. فأنت الآن تتلقى من أستاذ كبير في تخصص الكبد أو في غيره من التخصصات، ثم تجتهد مثلما اجتهد هذا الأستاذ فتصير بالضرورة أفضل منه، لأن علمه السابق وخبرته السابقة انضافت إليك، ومعها ما سوف تقوم به أنت، وهذا عكس الفكر الذي يسود الآن. مثلا ابن النفيس وقد انتهى الوقت لم يكتب مثل ما كتب ديكارت مقالة في المنهج، لكنه وضع منهجه العلمي مبثوثا بين طيات كتبه التي ينبغي أن ينظر فيها الأطباء على الأقل كي يعرفوا ما الذي فعله أجدادهم، وكيف أثر هؤلاء الأجداد في العلم الإنساني، لأن ابن النفيس وابن سينا والرازي تمت ترجمة أعمالهم في أوروبا، في إسبانيا وفي إيطاليا، المدن الإيطالية، وكان لهم أثر كبير في تطور المعرفة الطبية الحديثة التي قمتم أنتم بدراستها في الجامعات المعاصرة وتطبقونها بأيديكم وبمعرفتكم وبالخبرة التي انتقلت إليكم ابتداء من برديات مصر القديمة إلى المدرسين الذين درسوا لكم الطب مرورا بهؤلاء الأطباء العرب. وشكرا. لا يسعنا إلا أن نشكر الأستاذ الدكتور يوسف زيدان، شكرا جزيلا على هذه المحاضرة القيمة التي نقلت إلينا فترة مضيئة من التاريخ الإنساني وتاريخ الحضارة والعلم في الفترة الإسلامية، التي كانت بمثابة الطريق لنقل العلم بين الإغريق وبين أوروبا الحديثة. ورغم مشاغله احنا بنشكره شكرا جزيلا على انه اعطانا هذه الفرصة لسماع هذه المحاضرة، وان شاء الله حضرتك تكون معنا في مؤتمرات قادمة بإذن الله. شكرا. Now it's my pleasure to introduce the next speaker, Professor Sana Kam-